يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقترضون الأوراق المالية ويقرضونها ويشترطون القضاء مع زيادة، ويقولون إنما الربا في الأصناف الستة فقط، وأما الأوراق النقدية فليست داخلة في ذلك، هل يجوز العمل عندهم؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟ هذا لا يجوز. جمهور أهل العلم على أن الربا يتعدى الأصناف الستة كل ما شاركها في العلة، والأوراق النقدية شاركت الذهب والفضة في كونها نقوداً وأثماناً للأشياء، فالذهب فالربا حرم في الذهب والفضة لكونها نقود، والورق نقود مثلها، فيأخذ حكمها، يأخذ حكمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن هؤلاء يلتمسون الأقوال اللي تصلح لهم ويتركون الأشياء التي تخالف هواهم ورغبتهم. نعم.